السلام عليكم. في هذا الفيديو أقدم لكم الجزء الثالث من تصحيح الامتحان الجهوي الموحد لنيل شهادة سلك الإعدادي لجهة قلميم ودنون دورة يونيو 2016. والتمرين الذي سنصحح في هذا الجزء هو التمرين الخامس، والذي يهم درس الهندسة الفضائية وعليه 3 نقط. إذا نبدأ أولا بقراءة نص التمرين. التمرين الخامس: ليكن A B C D E F G H مكعبا بحيث المسافة B D تساوي جذر 6 سنتيمتر. لتكن S نقطة من المستقيم E A و E و G نقطتين من القطعتين A B و A D على التوالي، بحيث يكون الهرم S A E G تصغيرا للهرم S E F H بنسبة 1:2. انظر الشكل أسفله. إذن كما يبين الشكل، لدينا A B C D E F G H هو مكعب، المسافة B D تساوي جذر 6 سنتيمتر، والهرم S A E G كما يوضح الشكل هنا، الذي قاعدته المثلث A E G وقمته S، هو تصغير للهرم S E F H الذي أيضا قاعدته مثلث E F H ونهو نفس القمة S. إذن ننتقل الآن لقراءة الأسئلة. السؤال الأول: بين أن E F تساوي جذر 3 سنتيمتر، واستنتج مساحة القاعدة E F H هي 3:2 سنتيمتر مربع، وهذا السؤال عليه نقطة واحدة. السؤال الثاني: ألف بين أن المسافة SE تساوي 2 جذر 3 سنتيمتر، ثم أحسب حجم الهرم SEFH كما وضحنا في الشكل، وعليه نقطة فاصلة 25. السؤال الأخير ب: استنتج أن حجم الهرم SAEG هو جذر 3:8 سنتيمتر مكعب، وعليه 0.75 نقطة. إذن نبدأ بالجواب على السؤال الأول: بين أن EF تساوي جذر 3 سنتيمتر، واستنتج مساحة القاعدة EFH هي 3:2 سنتيمتر مربع. إذن نبدأ بالشطر الأول من السؤال ونبين أن EF تساوي جذر 3 سنتيمتر. كما يوضح الشكل، نحسب المسافة EF. لدينا ABCDEFGH مكعب كما يبين الشكل، إذن جميع أوجهه مربعات، ومنه ABCD هو أيضا مربع، إذن الوجه ABCD هو عبارة عن مربع، لأن المكعب جميع أوجهه مربعات، أي المثلث ABD قائم الزاوية في A. إذن كما يبين الشكل، المثلث ABD قائم الزاوية في A، لأن المربع يضم 4 زوايا قائمة، إذا الزاوية A ستكون قائمة، إذا المثلث ABD قائم الزاوية في A. ويمكننا هنا تطبيق مبرهنة فيثاغورس المباشرة، وحسب مبرهنة فيثاغورس المباشرة فإن BD أس 2 مربع طول الوتر سيساوي AB أس 2 زائد AD أس 2، أي مربع طول الوتر في مثلث قائم الزاوية يساوي مجموع مربعي طولي ضلعي الزاوية القائمة. إذن هذه هي مبرهنة فيثاغورس المباشرة. وبما أن المسافة AB تساوي المسافة AD تساوي المسافة EF، لماذا؟ لأن المكعب جميع أحرفه متقايسة. إذن كما يوضح الشكل هنا، نريد حساب مسافة EF، والمسافة EF تساوي المسافة AB تساوي المسافة AD. إذن يمكننا تعويض AB بEF وتعويض AD أيضا بEF، وتصبح متساوية على الشكل BD أس 2 تساوي عوض AB نكتب EF أس 2،
زائد وعوض ا دي نكتب اف اس 2. إذن هدفنا هو حساب مسافة اف، يعني أن ب بي اس 2 ستساوي 2 مضروبة في اف اس 2، لأن اف اس 2 زائد اف اس 2 تعطينا 2 اف اس 2. إذن نعلم كم تساوي المسافة بدي انطلاقا من المعطيات تساوي جذر 6 سنتيمتر. إذن نحتاج فقط لحساب مسافة اف على الشكل التالي. إذن اف اس 2 ستساوي الخارج الذي هو بدي اس 2 على 2. إذن نعلم أن المسافة بدي تساوي جذر 6 سنتيمتر، أي اف اس 2 تساوي جذر 6 اس 2 على 2. إذن اف اس 2 ستساوي جذر 6 اس 2 هو 6، إذن تبقى لدينا 6 على 2. 6 على 2 تساوي 3، وبالتالي المسافة اف ستساوي جذر 3، لأن المعادلة اف اس 2 تساوي 3 سبق ودرستموها، هي المعادلة التي تكتب على شكل اكس اس 2 تساوي ا كما ترون هنا. وهذه المعادلة في حالة العدد ا موجب أي 3 موجب لها حلين، إما جذر ا أو ناقص جذر ا. وبما أن المسافة هنا مقدار موجب فنحذف الحل ناقص جذر ا، فيبقى لدينا الحل الوحيد هو جذر ا، إذن جذر 3، والوحدة هنا هي السنتيمتر، إذن جذر 3 سنتيمتر. وبالتالي نجحنا في الجواب بنجاح عن الشطر الأول من السؤال. ننتقل الآن إلى الشطر الثاني من السؤال الخاص باستنتاج مساحة القاعدة EFH والتي هي 3 على 2 سنتيمتر مربع. سبق وقلنا أن جميع أوجه المكعب هي مربعات. لدينا EFGH مربع كما ترون في الشكل، EFGH مربع، والمربع يضم 4 زوايا قائمة. إذن المثلث EFH قائم الزاوية كما ترون في الشكل، المثلث EFH قائم الزاوية في E. نذكر أولا بمساحة المثلث. إذن إذا كان لدينا مثلث، لحساب مساحة نحتاج إلى الارتفاع. إذا الخط الأحمر H يمثل ارتفاع المثلث، والقاعدة سميناها B. إذن الارتفاع يكون عمودي على القاعدة. إذن المساحة هي غالبا نسميها S لأن بالفرنسية سيرفاس، تساوي طول القاعدة B في الارتفاع H مقسوم على 2. وفي حالة المثلث القائم الزاوية كما لدينا هنا في الشكل، ضلعي الزاوية القائمة يمثلان القاعدة والارتفاع. إذن S المساحة ستساوي EF في EH على 2. وبما أن المسافة EF تساوي EH، نعلم أن جميع أحرف مربع لها نفس الطول، وسبق وجدنا أن EF تساوي جذر 3، إذن EF سيساوي EH سيساوي جذر 3. إذن نعوض، فإن S ستساوي جذر 3 في جذر 3 على 2، وبالتالي المساحة S هي جذر 3 أس 2 على 2. جذر 3 أس 2 تساوي 3، وتبقى لدينا 2، والوحدة وحدة المساحة هنا هي سنتيمتر مربع. أيضا تمكننا من الجواب بنجاح عن السؤال الثاني لأننا حصلنا على نفس النتيجة التي طلبوها في السؤال، وهي 3 على 2 سنتيمتر مربع. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. بين أن مسافة SE تساوي 2 جذر 3 سنتيمتر، ثم احسب حجم الهرم SEFH.
إذن المسافة SE هي كما ترون هنا في الشكل ملونة بالأزرق. ثم سنحسب حجم الهرم SEFH الذي قاعدته المثلث EFH. نبدأ بالشطر الأول من السؤال الخاص بحساب مسافة SE. إذن لدينا المسافة SE كما ترون في الشكل هي مجموع المسافتين SA، إذن مسافة SA زائد المسافة AE كما يوضح الشكل. إذن هذه المسافة SE. إذن المسافة SA ستساوي المسافة SE ناقص AE، لأننا طرحنا AE من الطرفين فاختزلنا بAE في هذا الطرف فأصبحت لدينا SA تساوي SE ناقص AE. نسمي هذه المتساوية واحد. وبما أن الهرم SAEJ كما يوضح الشكل، الهرم SAEJ هو تصغير للهرم SEFH بنسبة 1:2، فهناك قاعدة مهمة تقول أن الطول SA سيساوي نسبة تصغير في الطول SE قبل التصغير. إذن الطول SA بعد التصغير سيساوي 1:2 نسبة تصغير في الطول قبل التصغير الذي هو SE، وسنسميها العلاقة 2. من 1 و2 نستنتج أن، إذن نلاحظ هنا أن المسافة SA تساوي SE ناقص AE، وأيضا المسافة SA تساوي 1:2 SE. نستنتج أن SE ناقص AE ستساوي 1:2 SE. إذن تلقى من هذه العلاقة يمكننا حساب مسافة SE، لأننا نعلم أن AE تساوي جذر 3. إذن نحتاج فقط لعزل SE في طرف واحد وAE في الطرف الآخر على الشكل التالي: SE ناقص 1:2 SE، لأننا طرحنا 1:2 SE من الطرفين، ثم نضيف AE للطرفين فتصبح طرف ثاني يساوي AE. إذا نوحد المقام في الطرف الأول بإثنان، نحصل على 2 SE ناقص SE على 2 تعطينا 1:2 SE، والطرف الثاني يبقى AE، لأن هذه الكتابة هي أيضا عبارة عن معادلة. إذا نضرب بإثنان في طرفين متساوية فيبقى لدينا SE تساوي 2 AE، وبالتالي SE ستساوي 2 جذر 3 سنتيمتر. إذا تمكننا أيضا من الجواب بنجاح عن الشطر الأول من السؤال، لأننا حصلنا على نفس النتيجة. إذا SE كما يبين الشكل هنا تساوي 2 جذر 3. SE تساوي 2 جذر 3. ننتقل الآن إلى حساب حجم الهرم SEFH. إذن حجم الهرم SEFH الذي قاعدته المثلث EFH وقمته S. نذكر أولا بحجم الهرم. حجم الهرم هو V، غالبا نرمز للحجم بV Volume، هو مساحة القاعدة أي مساحة قاعدته في الارتفاع ثم نقسم على 3. نعلم أن V SEFH أي حجم الهرم SEFH سيساوي مساحة قاعدته التي هي EFH، وسبق أن حسبنا مساحة القاعدة، مضروبة في الارتفاع SE. أيضا سبق وبينا أن SE يساوي 2 جذر 3. هنا الطول SE هو ارتفاع للهرم SEFH، لأن SE عمودي على المستوى الذي هو القاعدة EFH. لماذا عمودي على المستوى EFH؟ لأنه عمودي على مستقيمين متقاطعين ضمن هذا المستوى في النقطة E. إذن عمودي على EF وعمودي على EH، إذن مقسومة على 3. إذن وجدنا أن مساحة المثلث أي القاعدة EFH تساوي 3:2. وجدنا أن الارتفاع يساوي SE
يساوي 2 جذر 3 نقسم على 3، أي نختزل ب 2 مع 2 لأن 2 على 2 ستساوي 1، إذا نشطب عليهما يساوي، يبقى لدينا في البسط 3 مضروبة في جذر 3 ونقسم في المقام تبقى لدينا 3، وبالتالي نختزل ب 3 مع 3 لأن 3 على 3 تساوي 1 نشطب عليهما فيبقى لدينا الحجم VSEFH يساوي جذر 3 والوحدة هي السنتيمتر مكعب. إذا تمكننا من حساب حجم الهرم SEFH. ننتقل الآن إلى السؤال الأخير، استنتج أن حجم الهرم SAEG هو جذر 3 على 8 سنتيمتر مكعب. نعلم أن الهرم SAEG هو تصغير للهرم، إذا كما يوضح الشكل هو تصغير للهرم SEFH بنسبة 1 على 2، إذا الهرم SAEG هو تصغير للهرم SEFH بنسبة 1 على 2. إذا نذكر بعلاقة مهمة هنا والتي هي V تساوي كأس 3 في V فتحة. V بالبرتقالي يمثل الحجم بعد التصغير أو في حالة تكبير بعد التكبير، ك تسمى نسبة تصغير أو في حالة تكبير نسبة تكبير، V فتحة بالأزرق تمثل الحجم قبل التصغير. إذا لحساب الحجم بعد التصغير نحتاج إلى نسبة تصغير ونحتاج إلى الحجم قبل التصغير وكلاهما لدينا. إذا V SAEG أي حجم الهرم SAEG سيساوي نسبة الصغير التي هي 1 على 2 أس 3 نضربها في حجم الهرم قبل التصغير والذي هو V SEFH أي حجم الهرم قبل أن يصغر، يعني أن 1 على 2 أس 3 نوزع الأس على البسط والمقام تعطينا 1 أس 3 على 2 أس 3 مضروبة، وجدنا أن الحجم الهرم SEFH يساوي جذر 3 كما بينا في السؤال السابق، أي 1 أس 3 يعطينا 1 و 2 أس 3 هي 8 مضروبة في جذر 3، وبالتالي حجم الهرم VSAEG سيساوي جذر 3 على 8 ووحدة الحجم هي السنتيمتر مكعب. إذا تمكننا من الإجابة بنجاح أيضا عن هذا السؤال لأننا وجدنا نفس القيمة التي أعطونا في السؤال. إذا وصلنا إلى نهاية هذا المقطع والذي هو الجزء الأخير من تصحيح الامتحان الجهوي لجهة قلمين مواد نون دورة يونيو 2016، وفي انتظار تصحيح امتحانات أخرى السلام عليكم.